حديثنا اليوم عن هيئة القرآن، وهي الهيئة التي أنشئت بقانون ومسماها هي العناية، الهيئة العامة للعناية بطباعة القرآن والسنة وعلومهما وترجمتهما إلى جميع اللغات. هذا هو القانون الذي أنشئ في مجلس من المجالس الماضية، توالت هذه السنوات على تعثر إدارة الهيئة في الإنجاز. والمطلوب حين تعثر هذه الإدارات، المطلوب محاسبتها أو إصلاح الخلل، لا إلغاء الهيئة. ولو كنا نريد يعني كل ما تعثرت إدارة ألغينا هذه الآيات، لا ألغينا منها هيئة التأمينات أو مؤسسة التأمينات لتعثرها وللاختلاسات التي حصلت فيها وغيرها من المشاريع والهيئات والمؤسسات التي قد تتعثر إداراتها. لكن حقيقة علاج مثل هذه الأمور أن يحقق ويحال من أخطأ في حق هذه الإدارة وفي حق هذه الهيئة. وهي هيئة تعتبر منارة من المنارات التي يجب أن يفخر فيها أهل الكويت، وهي هيئة متميزة من حيث القانون والصياغة والأهداف، وهو مشروع إسلامي ثقافي يبرز وجه الكويت المشرق في العالم الإسلامي. وعلى أهل الكويت وحكومة الكويت أن تفخر أن لديها مثل هذه الهيئة التي يجب تطويرها والاهتمام فيها ودعمها بكل ما نستطيع، لا أن يتضاءل هذا الطموح من نشر وطباعة سواء القرآن وعلومه أو السنة وعلومها إلى أن نصدر مثل هذا التعديل أو هذا القانون الذي أحالتها الحكومة، الذي يقضي بإلغاء في مادته الأولى، بإلغاء وليس دمج كما يروج له. هذا هو القانون، مادة أولى، يلغى القانون رقم 10 لسنة 2011 المشار إليه. ثم ذكر في مادة الثانية حتى الاختصاصات لم يحافظ عليها في بعد أن ألغى هذا القانون. يقول: تؤول إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية كافة حقوق والتزامات الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما، كما ينقل إلى الوزارة الموظفون العاملون بالهيئة بذات درجاتهم مع احتفاظهم بمرتباتهم وميزاتهم المالية. طبعا في المادة الثانية لم يذكر اختصاصات الهيئة، قال التزاماتها، يعني فقط التزاماتها المالية، وين راحت الاختصاصات؟ تعتبر في مهب الريح. فكأن هذا قانون إلغاء فقط للهيئة، نقل مجرد موظفين، والتزامات الهيئة ما كان عليها من التزامات، وهذا أمر خطير جدا ومرفوض، وقد يصل إلى المساءلة السياسية. إذا كنا لا نحترم هذه الهيئة التي أنشئت بقانون ووافقت عليها الحكومة والمجلس في ذاك الوقت بإجماع، لم يعارض عليها إلا نفر قليل لهم أهداف مخالفة لأهداف هذه الهيئة ولنشر مثل هذا القرآن والسنة. لذلك لا يمكن أن نأتي في 2018 لنلغي هذه الهيئة بدون مبرر، بهدف
الميزانية وعدم القدرة على دعمها. أنتم دعمتم الأوبرا، كم انشئت المتحف، المجلس الوطني للثقافة، كم يدعم، التي حتى طبع بعض كتب الصهاينة طبعها، خصصتم وما زلتم مع المخالفات اللي فيه. الآن وقفت على القرآن والسنة، يوقف الدعم ويحاول بإلغاء هذه الهيئة، هذا لن يكون بإذن الله، وأمر مخجل أن نأتي في هذا العام ليصدر مثل هذا القانون الذي يلغي هذه الهيئة. هذا عيب في حق أهل الكويت أن تصدر الحكومة مثل هذا القانون، هذا التعديل الذي يلغي هيئة تعتبر من الهيئات اللي يفترض أن تكون شامخة في الكويت، لا أن تلغى. هذه ممن يتقرب فيها إلى الله عز وجل. نحن كم صرفنا على المتاحف وعلى الأمور الهامشية وعلى الاحتفالات التي صرفت عليها الملايين؟ تقف عند القرآن، لا نستطيع أن نضع ميزانية بمليون أو مليونين دينار لطباعة هذه الكتب. هذا أمر خطير ومخجل ومؤسف في نفس الوقت، ونحمل الحكومة المسؤولية كاملة، وعلى من يوافق على مثل هذا القانون المسيء للقرآن والمسيء للسنة والمسيء حتى لسمعة أهل الكويت. لذلك نحذر تحذير بالمضي قدما في مثل هذا المشروع السيء الذي لا يوصف إلا بأنه مسيء ومخجل في نفس الوقت، وعلى الحكومة سحب هذا التعديل وإلغائه بأنه لا يمثل توجه الكويت ولا الشارع الكويتي المحافظ ولا محبي القرآن الكريم ولا محبي السنة النبوية ولا من الذين فرحوا بمثل هذا المشروع الشامخ. إذا كان الخلل في الإدارة فلتذهب الإدارة في مهب الريح، وليأتي من الأناس مخلصون لكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ليقوموا أحسن قيام بهذا العمل. لذلك اقتضي التنبيه والتحذير في هذا الأمر، وعلى الحكومة أن تدرك أن الأمر ليس بالسهل أن يقدم بمثل هذا المشروع المسيء.